الحقيقة كنا محتفين في المسرح الإماراتي ومحتفين بالمسرح العربي، واحتفائنا كان قد امتد إلى المسرح العالمي وتجلياته ونصوصه وعروضه المسرحية وأهم الفرق العاملة في المسرح العالمي. وتحدثنا عن أهم الكتاب في المسرح منذ بدء فجر المسرح في أثينا عند الأغريق وحتى يومنا هذا. تطرقنا حقيقة إلى تجارب عديدة وكثيرة تحدث عنها الدكتور سيمان جاسم باعتباره ذاكرة مسرحية لمسرح الفجيرة، ورجل باحث ومنظر ومسرحي مهم وكاتب ومخرج أيضا، وكذلك الأستاذ الأخ والصديق الدكتور عمر إغباش، تحدث أيضا بإفاضة وقدم ورقة بحثية كانت تتعلق بمحصلات عديدة أوجزتها ورقته بخصوص المسرح الإماراتي، أيضا تجلياته، عروضه المسرحية، جوائزه، أهم المخرجين فيه. وتحدثت أنا حقيقة عن المسرح الإماراتي باعتباره جزءا من الحراك المسرحي العربي، وكيف السبيل بترسيخ تقاليد مسرحية في الإمارات العربية المتحدة تضاهي وتقابل الدعم الحكومي اللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للمسرح تحديدا والمشهد الثقافي عموما. بداية أود أن أوجه شكري وامتناني لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وعلى رأسها سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي لدعم الهيئة ودعمه المستمر للحركة الثقافية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص. وطبعا اليوم ملتقانا هذا اليوم كانت بجزء من توجيهاته والبرنامج اللي عد المسرح بموافقته وبرعايته. طبعا هدف الرئيسي هو طبعا التلاقي الفكر المسرحي ووضع الهموم والتحديات والإشكاليات واستمرارية التعامل والتحادث فيما يمكن أن يعمل الطفرة المطلوبة والمرجوة في الحراك المسرحي. الندوة اليوم كانت جدا ممتازة كانطلاقة، والمتحدثين طبعا تكلموا بكل شفافية وبكل منهجية وبكل حرفية وأكاديميا وعلميا، ووضعوا كثير من النقاط المهمة والمحاور الرئيسية اللي ممكن تخدم مسرح الفجيرة بشكل خاص والمسرح الإماراتي والمسرح اللي يخدم الإنسان بشكل عام. اللقاء اليوم اللي كان استضافة مسرح الفجيرة جمع أكاديميين ومسرحيين وجمهور مهتم بالثقافة المسرحية، صار الحديث حول تاريخ المسرح الإماراتي وربطوا أيضا بالعروض المسرحية اللي استضافها مسرح الفجيرة في بدايات تأسيسه في السبعينيات، والنشاط والدور الكبير اللي لعبه مسرح الفجيرة في خلق حراك ثقافي مسرحي على الساحة المحلية وعلى الساحة العربية أيضا، لأن هناك مشاركات أيضا لفرق مسرح الفجيرة على المستوى الخليجي قدمت عروض، وعلى المستوى العربي في مهرجان قرطاج والمهرجانات الأخرى. أنا أثمن الحماس الكبير اللي موجود عند إخواني مجلس إدارة المسرح وأيضا شباب المهتمين بالعمل المسرحي لتقديم عروض مسرحية، وأتمنى أن تكون هناك ورش عمل مسرحية تصقل في هذه الكفاءات، سواء كان ككاتب أو كمخرج أو كمؤدي ممثل في العمل المسرحي أو حتى تقنيات المسرح أيضا، لأن هذه ستخلق أيضا صناعة مسرحية ستكون هي البذرة الصناعة المسرحية على مستوى الإمارات المتحدة، وهي ستكون أيضا بذرة لصناعة السينما، صناعة التلفزيون، دراما في الإمارات. المسرح هو أم الفنون، فإذا نجح المسرح في خلق هذه الكوادر فأعتقد نحن سنضمن أيضا صناعة سينما، سنضمن صناعة برامج تلفزيونية وأعمال درامية في القريب العاجل.
هذه الندوة كان التركيز فيها كثيرا على طرق وإمكانيات تطوير الحركة المسرحية في دولة الإمارات من خلال الطموحات الموجودة حقيقة عند المسؤولين الكبار. ومنذ تأسيس دولة الإمارات والمغفور له صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان حقيقة كان يعني يحرص دائما على دعم الثقافة والفنون في دولة الإمارات وعلى حضور كل الفعاليات التي تقام عندما كان موجود رحمة الله عليه. هذا التواجد المستمر لأصحاب السمو في كل الأنشطة الثقافية والفنية في دولة الإمارات ساهم بشكل كبير حقيقة في تطوير الحركة الفنية والثقافية والمسرحية في الدولة، ونقل دولة الإمارات في الجانب الثقافي والفني والمسرحي إلى مصاف الدول المتقدمة حقيقة. ولذلك نحن دائما يعني نحرص على أن نوازي هذه التطلعات الموجودة لدى المسؤولين ولدى شيوخنا الكرام بأن يكون هناك تطور حقيقي في الحركة المسرحية، وأن يكون هناك اهتمام حقيقي للكتاب والمخرجين والممثلين والفنانين بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الدعوة الكريمة حقيقة من مسرح الفجيرة لإقامة هذه الندوة دعوة مهمة جدا، يعني أثلجت صدورنا، وخصوصا مع حضور الشيخ أحمد الشرقي في خلال هذه الندوة كان له دعم حقيقي ودعم كبير، ورفع حقيقة من معنويات المشاركين في هذه الندوة.